ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر، ذلك لمتابعة واستعراض عدد من ملفات المهمة التي تتعلق بهذا القطاع الحيوي. وخلال الاجتماع تمت الموافقة على الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، ذلك تمهيدا للعرض على المجلس الأعلى للطاقة. كما تمت الإشارة في هذا الصدد إلى أن رؤية الاستراتيجية تستهدف جعل مصر أحد البلدان الرائدة في اقتصاد الهيدروجين على مستوى العالم، ذلك من خلال الاستعانة بالخبرات والابتكارات الرائدة عالميا في إنتاج وتصدير الهيدروجين ومشتقاته ومصادر الطاقة المتجددة الواعدة واحتياطيات الغاز الكبيرة وموقعها الاستراتيجي. أعلنت وزارة التموين عن وصول 150 ألف طن من السكر لمصنع سكر الحوامضية، ذلك لتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك ولضخه بالسوق المحلية ضمن مبادرة تخفيض الأسعار. يأتي ذلك ضمن جهود الدولة من أجل توفير كميات ضخمة من السكر باعتباره سلعة استراتيجية تدخل في العديد من الصناعات المهمة. كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن إجمالي الصادرات المصرية لدول الكوميسا بلغت 3,544 مليون دولار، ذلك خلال عام 2022 مقابل 3,066 مليون دولار عام 2021، بنسبة زيادة قدرها 15.6%. وفي بيان له ذكر الجهاز أنه أعلى القيم تركزت في 5 دول أفريقية بنسبة 84.8% من إجمالي هذا التكتل، وجاءت ليبيا في المركز الأول حيث بلغت قيمة الصادرات 1,215 مليون دولار بنسبة قدرها 34.3%، ثم تلتها السودان بقيمة صادرات بلغت 929 مليون دولار بنسبة قدرها 26.2%، ثم جاءت كينيا في المركز الثالث بصادرات بلغت 356 مليون دولار بنسبة 10%. اختتمت فعاليات ورشة الاتصال الوطنية الأولى الخاصة بمشروع التنمية المستدامة للثروة السمكية في البحر الأحمر وخليج عدن، والتي نظمتها الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، ذلك بالتعاون مع البنك الدولي. تأتي هذه الورشة ضمن الخطط الوطنية للتنمية المستدامة للثروة السمكية في البحر الأحمر وخليج عدن على ساحل البحر الأحمر. وناقشت الورشة التحديات التي تواجه التنمية المستدامة للثروة السمكية وجهود مكافحة الصيد غير القانوني وغير المنظم وتأثيره على التجمعات السمكية. كما تمت مناقشة التشريعات الوطنية المتعلقة بإدارة المصائد السمكية. وأنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم بارتفاع جمعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للبيع وسط تداولات بلغت 4.6 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 18 مليار جنيه عند مستوى 1.691 تريليون جنيه. وارتفع مؤشر إي جي أكس 30 بنسبة تقدر ب 1.3% ليغلق عند مستوى 25,029 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي أكس 70 بنسبة تقدر ب 2.3% ليغلق عند مستوى 5,033 نقطة. كما صعد مؤشر إي جي أكس 100 بنسبة تقدر ب 1.85% ليغلق عند مستوى 7,378 نقطة. أما في أسواق البترول العالمية، هوت أسعار النفط 4% مع تأجيل تحالف أوبك بلس بشكل مفاجئ اجتماعا بشأن تحديد سياسة الإنتاج كان من المزمع عقده الأحد المقبل، مما أثار تساؤلات حيال المسار المستقبلي لتخفيضات إنتاج الخام. هذا وانخفضت العقود الأجلة لخام برنت بما يعادل نحو 4.48% إلى 78.76 دولار للبرميل. كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي
الجنسي بنسبة تقدر ب 4.96% إلى 74.12 دولار. وتراجعت كذلك أسعار المازوت عالميا بنسبة تقدر ب 2.98% لتصل إلى 2.76 دولار للتر. أما في المقابل فارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة تقدر ب 46% لتسجل 2.85 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أعلنت منظمة أوبك أن أوبك بلس أجلت اجتماعها الوزاري لتحديد سياسة الإنتاج إلى 30 من نوفمبر بدلاً من 26 من نفس الشهر، ذلك في تطور مفاجئ أدى إلى مزيد من الانخفاض في أسعار النفط. وكان من المتوقع أن يبحث اجتماع أوبك بلس مزيداً من التغييرات على الاتفاق الذي يحط بالفعل من الإمدادات حتى عام 2024 بحسب محللين ومصادر في أوبك بلس. وقبل بيان أوبك كشفت مصادر صحفية أن الاجتماع قد يتأجل لفترة غير محددة، مشيرة إلى أن السعودية عبرت عن عدم رضاها حيال أرقام إنتاج أعضاء آخرين.